جامعہ فرقانیہ تو عظیم الشان ہے، جامعہ فرقانیہ تو عظیم الشان ہے، تو عظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها السجن. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت
سید حافظ محمد احمد شاہ بن سید محمد شاہ، استاد محترم کا نام ہے قاری احسان الدین صاحب، مدرسہ تحفیظ القرآن المالکیہ، بلدیہ ٹاؤن سندھ کا تعلق تھا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اگلے شریک مسابقہ رول نمبر 108 تشریف لیں. رول نمبر 108.